في الحقيقة من 7000 سنة ولغاية النهاردة المصري القديم أو الفراعنة دايما بيبهرنا لغاية النهاردة. يعني امبارح مع بداية الانقلاب الصيفي كان في ظاهرة فلكية فريدة وبتأكد براعة المصري القديم زي ما قلت لحضراتكم، اللي نجح في التعامل وتوظيف واستخدام أشعة الشمس عشان تتعامد على معابد مصرية. هيكلمنا عن الظاهرة دي أكتر الدكتور أحمد عوض الباحث في الظواهر الفلكية والأثرية اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح النور على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني في البداية زي ما قلت في الانترو ان يعني احنا بنشوف كده حاجات غريبة من 7000 سنة، بنشوف قد ايه كانوا متقدمين. ازاي قدر المصري القديم ان هو يعرف اشعة الشمس دي هتظهر ازاي على المعابد؟ ولكن في البداية حابة اعرف ايه هي اصلا المعابد اللي هتتعامد عليها الشمس، وايه المحافظات اللي فيها المعابد دي؟ خلينا نقول بداية على المعابد اللي هيتم أو تم فيها الظاهرة بالأمس، وهي معبد رمسيس الثالث في الأقصر في الكرنك، عندنا معبد هيبس في الخارجة، عندنا معبد دندرة، وعندنا معبد إف، وده يمكن أهم أو الأهم مشهد نقدر نشوفه هنلاقي في معبد إف، وعندنا معبد الست الأول في أبيدوس. خليني أبتدي أشرح في البداية. المصري القديم كان بيتعامل مع هذه الظواهر بأنهي يعني بأي مفهوم. المفهوم السائد في مصر القديمة على مدار الفترة الحضارية الطويلة اللي ظهرت فيها العبقرية في مصر القديم كانت بتقدس مسار الشمس في ثلاثة نقاط، اللي هي نقطة الشروق أو في ثلاثة مواقيت، موقوت الشروق والظهيرة والغروب. واحنا بنعرف ده من خلال النصوص الأثرية اللي موجودة بالفعل في المعابد، وأشهرها معبد إدفو زي ما أنا أشرت قبل. أهم مشهد اللي احنا بنشوفه في معبد إدفو وهو سقوط أو تعامد أشعة الشمس من خلال ثلاثة فتحات في سقف قدس أقداس المعبد على الناووس الرئيسي للمعبد اللي كان بيتحط فيه تمثال المعبود، وعلى المحفة أو مش المنصة اللي كان بيبقى موضوع عليها القارب المقدس للمعبود، وعلى المنصة المخصصة بتقدمة القرابين. وده المشهد بالكامل بيقع داخل قدس أقداس المعبد. الزاوية اللي بتسقط عليه منها الشمس بتكون أقرب إلى 90 درجة، يعني في حدود 89 وبضعة يعني درجات من 10، وبالتالي فهي بتكون تعامد يعني صحيح من الناحية الفلكية والهندسية. عظيم. حدوث هذه الظاهرة في بداية الصيف والشتاء دكتور بيؤكد بأن المصري القديم كان على دراية تامة بعلم الفلك. قطعا مصر القديمة هي الرائدة في العلوم الفلك في جميع الحضارات الإنسانية. أنا عايز أقول بجانب الظاهرة المتعلقة بشمس الظهيرة في الأمس في وقت الانقلاب الصيفي، احنا عندنا ظاهرة بالأمس برضو أخرى وهي ظاهرة الغروب على معبد أو على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك. المدهش هنا وده نقول فيه قمة العبقرية والحرفية، مش بس زي ما بقول لحضرتك الفلكية ولكن الهندسية، تصل إلى درجة الإعجاز بدون أي مبالغة، وهي أن الشمس بالأمس تغرب على موقع يعني وادي الملوك حيث مقابر ملوك مصر القديمة في مواجهة المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، ودي ليها دلالة دينية عند مصر القديم بالغة الأهمية، لأن احنا بنلاقي النصوص في السائدة في فترة الدولة الحديثة اللي هي اللي أقيمت فيها مقابر وادي الملوك بنلاقي صلوات وابتهالات من المتوفى
الى الشمس في طور الغروب. بمعنى هنا ان اشعه الشمس وكانها تصل من موقع وادي الملوك تصل بيهم الى المحور الرئيسي لمعبد الكرنك اللي بيمثل النقطه التي خلق في عقيده المصري القديم التي بذخت منها الشمس في بدايه خلق الكون. وهنا يبقى عندنا الشمس بتشرق على محور الكرنك في الانقلاب الشتوي 21 شهر ديسمبر، وبتغرب في مواجهته عند وادي الملوك او في واقع وادي الملوك في الانقلاب الصيفي 21 شهر يونيو. المشهد ده كمان بيحدث مره اخرى على معبد الملك امنحتب الثالث غرب الاقصر. فبنلاقي ان لو احنا نقول ان المعبد دلوقتي بشكل مهدم والمشهد الرئيسي فيه هما تمثالين المعروفين بتمثالين ممنون، فنلاقي ان الشمس بتشرق في مواجهتهم في وقت الانقلاب الشتوي وبتغرب في ظهيرتهم على نفس محور المعبد في وقت الانقلاب الصيفي. واحنا يعني صورنا ووثقنا هذا المشهد الفلكي او هذه الظواهر الفلكيه في اكثر من يعني مره. وبالتالي انا عايز هنا كمان ابقى بضع صوره اخرى، ان النصوص في مصر القديمه النصوص الاثريه خاصه النص الموجود في القاعه الازوريه في معبد دندره بتؤكد وجود هذه الظواهر. بمعنى ان النص هنا في هذه المقصوره من خلال الفتحه اللي بتسقط منها الاشعه متعامده لتنير داخل هذه المقصوره في معبد دندره بتذكر نصا ان اشعه الشمس تتخلل مومياء اوزير او المومياء المعبود اوزير المعروف ايضا باوزوريس لتهب له الحياه في ثلاثه اوقات وهي الشروق والظهيره والغروب. طيب ايه اصعب معبد قابلكم في رصد هذه الظاهره يا فندم؟ في الظواهر اللي ليها علاقه بشمس الظهيره ما كانش فيه صعوبه في الرصد الفلكي، انما اللي كان بتقابلنا او بتقابلني صعوبه في الرصد الفلكي في التوثيق كان بعض الظواهر اللي ليها علاقه او بشروق الشمس، في بس مجرد بعد الموقع الاثري يعني من ضمنها مثلا معبد كلبشه كان في وسط النيل، فكان لازم احنا نبقى موجودين مع وجود التصاريح مع وجود المفتش للاثار معانا واحنا بنرصد بنعبر بقى النيل ونروح المعبد قبل الفجر يعني قبل شروق الشمس ونرصد ونوثق الظواهر على المعبد ده. وده رغم ان معبد كلبشه كان مش ده الموقع الاصلي بتاعه، ده احنا بناخده في الاعتبار يعني في البحث العلمي اللي بنقدمه بناخد ده في الاعتبار وبنقدم الموقع الاصلي ليه والرجوع الى الاصل المكان. عظيم، تفوق للمصري القديم زي ما حضرتك قلت في الهندسه وايضا في علوم الفلك، كان عنده مراصد فلكيه كتير جدا متنوعه في الشمال والجنوب، ازاي نقدر نستخدم كل ده في خدمه العلم وفي دعم السياحه ايضا؟ يعني خليني اقدم هنا اقتراح ارجو ان هو يتم تفعيله بشكل سنوي، وهو اقامه مؤتمر علمي سنويا تحت رعايه وزاره السياحه والاثار مختص بعلم الفلك الاثري. خلينا نقول نقطه مهمه جدا، ان علم الفلك الاثري رغم حداثته في المجال العلمي ولكنه بياخد اهتمام بالغ على المستوى العالمي. طيب الدليل على كده ان منظمه اليونسكو فتحت بوابه للتراث الفلكي للانسانيه، بمعنى ان مش بس بتوثق
التراث الفلكي على مستوى يعني العالم القديم، لا حتى بالنسبه يعني المباني اللي تعتبر حديثه بشكل ما في القرن ال 18 وال 19 وما قبلها، وبالتالي فهو يعني مصدر مهم جدا للتوثيق مش بس في علم الحضاره ولكنه كمان في التطبيق في عمليه السياحه. انا نذكر هنا كان مشهد، يعني مشهد كان واضح فيه ان بعض او شركه من الشركات السياحيه الناشئه وكانت قدرت ان هي تعمل تسويق في احدى السنوات لظاهره تعامد الشمس على معبد الدير البحري، وقدرت تجيب بالفعل افواج، يعني افواج سياحيه لتشاهد هذه الظاهره، وتم تصوير يعني التصوير والتوثيق الزياره. واحنا بنشوف دايما يا دكتور احمد مدى اقبال السياح على متابعه هذه الظاهره سنويه. طبعا لان الحدث في حد ذاته هو عمليه تطوير للمنتج كمان السياحي. لان هنا ده اللي احنا فعلا محتاجينه الفتره اللي جايه، يعني يمكن تسويق اكتر والتركيز على مثل هذه الظواهر. يعني في الحقيقه من 7000 سنه لغايه النهارده احنا بننبهر كل يوم اكتر واكتر في تقدم المصري القديم، وحتى يعني اصراره على انه دايما نبقى في حاجه كده بتبهر العالم كله مش بس مصر. كل الشكر لحضرتك الدكتور احمد عوض الباحث في الظواهر الفلكيه والاثريه، وجهود كبيره في الحقيقه بتقوموا بيها، بنحييكم عليها.